الحضارة المصرية القديمة جسر من الماضي ممتد إلى الحاضر، ويجب علينا أن نمد هذا الجسر إلى المستقبل. المتحف القومي للحضارة المصرية واحد من أكبر متاحف الآثار المصرية في العالم، تعاون مثمر ما بين منظمة اليونسكو ووزارة الآثار المصرية. لا شك بأن مصر هي واحدة من تحتوي على أهم المعالم الأثرية، وهي أيضا مهد أساسي للحضارات الإنسانية بشكل عام. تحتوي على ثروات لنقل ثقافية تمثلت سواء من الحقبة الفرعونية إلى الحقبة القبطية إلى الآثار الإسلامية. مصر حضارة عظيمة، وهي بداية الحضارات. الحضارة الرائعة دي مش بس فرعوني، ده في الحقب التاريخية المختلفة لغاية تاريخنا الحديث. الحضارة وهي القصة اللي وراء الإبداع العقلي والفكري والمبادئ والأخلاق بتاع الشعب المصري من ما قبل التاريخ حتى الآن. وبالتالي فإن علاقة اليونسكو، وهي من المنظمات الأمم المتحدة التي تعنى بعمليات الثقافة والتراث الإنساني، فلا شك بأن علاقتنا مع العلاقة مع مصر هي علاقة أساسية، وهي علاقة عضوية، وهي علاقة استراتيجية نمت منذ الأيام الأولى لليونسكو. كان تحالف عالمي لعملية إنقاذ آثار النوبة المصرية، وجمعت كميات لا بأس بها من الأموال أو رصدت، وكانت بتبرعات من مختلف الأقطار، وساهمت الحكومة المصرية أساساً واليونسكو للعمل لإنقاذ هذه الآثار التي لا تعوض بالثمن، ولا هي ثروة إنسانية تاريخية. 59 till 1980, which led to the opening of the Nubia Museum in Aswan and of the launching of the establishment of this museum. فكرة المتحف إنه يتعمل متحف واحد بيحكي قصة الحضارة المصرية من بدايتها لغاية التاريخ الحديث. متحف الحضارة حجمه كبير، هو 33 فدان. المبنى ده كان مسابقة من سنة 83، هو مبنى اتحط له برنامج من اليونسكو، وقعدت مرحلة التسابق ما يقرب من سنتين. المشروع ده اللي حالياً احنا فيه خد الجائزة الأولى، وابتدينا عملنا عقد سنة 85، ومن 85 لغاية 90 فضلنا واقفين، و 90 ل 2002 اتنقلنا هنا، لأن الموقع الأصلي ضاق نتيجة إنشاء الأوبرا المصرية هناك. المشروع دوت أخذ مراحل كتير من التجهيزات، سواء التجهيزات الهندسية أو التجهيزات الفنية والإدارية. المتحف ده مش بس يعني قاعات عرض، ده مؤسسة تعليمية وثقافية وترفيهية، مكان الناس ممكن تتعلم فيه وتتسلى فيه وتتبسط فيه في نفس الوقت. المبنى أساساً مكون من كتلتين. كتلة اللي احنا واقفين فيها دي، أو المنطقة اللي احنا واقفين فيها ده، دي بتشتغل كأنها خدمات الزوار قبل ما يخشوا العرض المتحفي. كل ما يحتاجوه من سينما ومسرح ومحاضرات ومطاعم وكافتريات. القاعات في المتحف، في القاعة المركزية دي فيها عرض للمقتنيات بالتسلسل التاريخي، فبتدي الزائر الإحساس بتاريخ مصر وفهم للتاريخ المصري. في قاعة المومياوات الملكية فيها 20 موميا ملكية. في قاعات العرض الموضوعي دي ست قاعات، دي بتعرض مواضيع مختلفة وبتعرض الاستمرارية في كل موضوع. أول قاعة فجر الحضارة، النيل، الكتابة، الدولة والمجتمع،
الثقافة المادية ومعتقدات الدينية. الستاف بتاع المتحف بيتدرب منذ فترة طويلة من أوائل 2004 بحيث أنه هو يوصل للمستوى الأمثل للتنفيذ. احنا عندنا معامل متخصصة للترميم ومعامل لفحص الآثار. المعامل دي احنا جبنا فيها أجهزة دقيقة جدا وأحدث ما وصل إليه العصر، ودي مش تخدم المتحف بس، هتخدم الوزارة بكاملها وجميع المواقع الأثرية. عندنا مخازن مومياوات، وده أحدث مخزن مومياوات بيشيل 36 موميا. المومياوات دي بتبقى محفوظة في غاز النيتروجين في منطقة سكيورتي، والمنطقة دي الغرض منها أنها تراقب كل صغيرة وكبيرة في المتحف، مش المتحف بس والمحيط الخارجي. Museum has a various several sections different, and our design is a every section has a another design completely different. احنا النهارده بنعلن اول افتتاح لجزء من المتحف للجمهور، وهي قاعة عرض مؤقت مساحتها حوالي 1000 متر مربع عن الحرف المصرية عبر العصور. المتحف رائع جدا وتصميمه حلو، وفي حاجات انا اول مره اشوفها كتصميم وكده. التصميم عجبني جدا، اول مره احس ان انا داخله مكان فعلا اتبذل مجهود جامد جدا في تصميمه. حاسه ان انا في مكان مميز تقريبا يشبه المتاحف اللي بتكون في اماكن عالميه بره. It's very impressive. And the architecture is very nice. It's much nicer actually from the inside than the outside. المكان نفسه معمول كويس، والإلستريشنز جوه حلوة جدا، حاجات اللي هي الهولوجرام اللي بتشرح. كل الإكزيبيشنز فيها ديتيلز بالعربي والإنجليش، دي برضو حاجة كانت مهمة جدا. احنا عندنا ستاف أثري موجود طوال فترة تشغيل قاعة العرض طوال الأسبوع، والستاف دوت مهمته الرئيسيه ان هو يرافق الساده الزوار سواء كانوا مصريين او اجانب. The museum has an important role to play in education, in the exchange of ideas and knowledge. So this gives the museum also an important role to play in social cohesion and in the sharing of a common past. Of common references is like a mirror to society. وبالعمل الدؤوب وبالجهود المخلصة للمصريين وللجهات المصرية في من مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الآثار تم إنجاز هذا المشروع، ولنا أن نفخر به، ونحن في اليونسكو نفخر بهذا المشروع ونفخر بأننا استطعنا أن نساهم به.